لأنه كان بداية لتأسيس علاقة شاذة في تاريخ مصر تجاه العدو التاريخي والاستراتيجي والحضاري لها وهو العدو الصهيوني. من ثم كانت مؤلمة للغاية، وأتذكر أنها خرجت ضدها فعاليات متعددة ومنها مظاهرات، وتواكب أثناءها على ما أتذكر أيضا معرض القاهرة الدولي للكتاب على ما أتذكر يعني، وفعاليات ثقافية متعددة من لجنة الدفاع عن الثقافة القومية إلى الاتجاه الإسلامي إلى حزب العمل آنذاك كان يقود المعارضة التي كنت عضوا فيه، يقود المعارضة الوطنية المصرية بقيادة الأستاذ إبراهيم شكري وفتحي رضوان وحلم مراد وغيرهم من الرموز الكبيرة وفتحي وحامد زيدان. فهذه اللحظة التاريخية كانت لحظة فارقة، لكننا في تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية التي يمر عليها الآن حوالي 33 عام، وأنا أنهي الآن موسوعة هذه بعض أوراقها عن العلاقات المصرية الإسرائيلية في 30 عام، في 30 عاما حوالي تقترب من حوالي 3000 صفحة عن التطبيع بيننا وبين العدو الصهيوني في المجالات المتعددة الثقافية والسياسية الأخيرة. في هذه العلاقات لم يكن 18 فبراير هو البداية، لكن كان علامة من علامات الألم في الموقف المصري القومي والانكسار المصري القومي، لأن سبقها علامات من بين الذي سبقها هو توقيع اتفاقية ومعاهدة السلام، وقبلها توقيع اتفاقية كامب ديفيد. علشان نفهم العلاقات المصرية الإسرائيلية في ثلاث اتفاقيات يؤسسوا لهذه العلاقة. الاتفاقية الأولى اتفاقية كامب ديفيد، ودي وقعت في سبتمبر 1978. الاتفاقية الثانية معاهدة السلام، ودي وقعت في 26 مارس 79، ثم 18 فبراير فتح السفارة الإسرائيلية في مصر. إذا سبق هذا اليوم أيام أخرى مؤلمة في تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية. وحنتحدث لاحقا عن الاتفاقية الأولى والاتفاقية الثانية والاتفاقية الثالثة اللي هي بعد ذلك سميناها اتفاقية القوات متعددة الجنسيات، ودي اللي وقعت في 82، ودي بتؤسس أيضا للعلاقات. لكن أنا أتذكر أن أجواء هذه العلاقات المرفوضة شعبيا كانت حاضرة على مستوى قطاعات المثقفين، النخبة السياسية، الأحزاب الوطنية، لأن المعارضة كانت لأنور السادات آنذاك كانت بدأت تشتد، لكن الشارع أيضا. وتذكر هنا سعد إدريس حلاوة عندما رفض هذا رفع هذا العلم وقام بالواقعة الشهيرة، وهو أول شهداء مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني. كلمنا عن سعد. وصديقنا شفيق أحمد علي الكاتب الصحفي في روزا اليوسف له كتاب حول المناضل المصري شفيق، المناضل المصري سعد إدريس حلاوة، الذي أخذ مجموعة من الرهائن من موظفي الوحدة المحلية في قريته، ثم أصر على عدم إطلاق سراحهم إلا إذا خرج أو توقف أنور السادات عن فتح السفارة للعدو الصهيوني في مصر. سوف كانت النهاية قتل سعد إدريس حلاوة واستشهاده. وقصته كاملة طبعا يعني أنا أفضل أن يعني يا حبذا لو يتم إجراء حوار مع صديقنا الكاتب الرائع والوطني شفيق أحمد علي. لكن الأجواء بشكل عام في مصر آنذاك كانت أجواء رافضة للعلاقات مع إسرائيل، وكان القطاع فقط اللي إلى دوار أنور السادات هي القطاعات المستفيدة منه اقتصاديا أو سياسيا من النخبة، لكن مجمل النخبة المصرية في أغلبها كانت ضد التطبيع مع العدو الصهيوني.